الكون العظيم يبارككم استاذ ويحفظكم. حبيت يعني حسب طلبك انه اسجل هذه الرسالة، واني بديت اسجلها انه اقول للاخت اللي سمعت قصتها بالفيديو اللي نشرته انه عائلاتنا العراقية ومجتمعنا العراقي خصوصا متشدد جدا بسبب الاديان طبعا اكيد، وحتى الدول العربية مو بس العراق، ولذلك انه وعيهم جدا جدا محدود. ايضا يعني ما تقدر باي طريقة تقنعهم بالحقيقة اللي وصلنا لها من خلال تجاربنا وتطلعاتنا، يعني توصلنا الى هالحقيقة الان احنا بهذا الطريق الوعي. فاكيد انهم ما راح يصدقون مهما نقول لهم اي كلام، ما راح يصدقون. فاقول للاخت انه انا ايضا يعني بالسنوات اللي فاتت كنت أعاني من عائلة متشددة جدا متدينة، فلما تعرفت على القناة على الأستاذ قناة الأستاذ بديت أتحرر، وخصوصا بالصلاة، الصلاة الكونية الاتحادية. وأيضا يعني أي شخص يدخل برحلة الوعي الكون كله والكائنات الكونية راح تساعده، ما راح يكون وحده مستحيل، راح الكون كله يساعده. فأقول لها استخدمي البناء الإيجابي، البناء الإيجابي، لأن أنتي إحنا اللي نصنع مستقبلنا بإيدنا، نصنع حياتنا بإيدنا، مو الناس ولا الأشخاص، مستحيل، ولا المجتمع أصلاً. إحنا أجينا لهاي الحياة على مود نخلق واقعنا، بس بسبب إنه الوعي المحدود واللي كنا عايشينه ما كنا نعرف هذا الشيء، بس لما عرفنا حقيقتنا وإن إحنا ضوء كوني ونصنع حياتنا بدينا، فبدينا بناء الإيجابي إنه نبدأ نصنع حياتنا. وخصوصا بهاي الفترة تغيرات كثير 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 على الأرض، والوعي المحدود والعوائل المتشددة ما راح يبقى دائما، كل هذا راح يزال، يعني ما راح يبقى دائما العوائل المتشددة، كل شيء قديم، عادات تقنية كلها راح تنهار، ما راح يبقى أي شيء على الإطلاق. أنا كنت أعاني يعني ونشرت قصتي موجودة، كنت أعاني يعني أسوأ 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 الحالات، يعني أسوأ خصوصا بالمجتمع العراقي المرأة تعاني كثير كثير كثير، بسبب إنه المرأة ما يعطونها قيمة مثل الرجل، لا المرأة دائما مضطهدة خاصة بالدول العربية. لذلك شجعي وأنا هشجعك إنه لازم تتحررين وتستخدم بناء الإيجابي والصلاة الكونية، والكون كله راح يساعدك. أيضا حبيت إنه سجل رسالة ثانية وأشكر بها الأخوة والأخوات اللي ساعدني واللي صلى من أجلي، وأشكر خصوصا الأستاذ كثير ساعدني، هذا شجعني وخلاني عندي أمل إنه أنا أمشي بهذا الطريق. هذا الطريق يعني هو طريق العودة إلى حقيقتك، وكل شيء اللي نشوفه الآن في هذا العالم مو حقيقة، الحقيقة الوحدة إنه أنت كائن كوني، وكل اللي تسويه إنه تتحرر من الماتريكس وتعود إلى حقيقتك الكونية. أنت كائن كوني، وكل شيء هالأخبار المزيفة الآن، كل شيء هاد جاي تسمع عنه أو تشوف الأخبار، كل شيء مزيفة، هاي هي توقفك، ما تخليك تكمل وتعود إلى حقيقتك. فأنت إنه تصير عندك شجاعة وتكسر كل الأغلال وتشيل كل الأحجار عن طريقك وتستمر، لأن أنت مو وحدك، معاك أو عائلتك الكونية والكون كله الآن يساعدك إن تنهار، وكل هذه المعتقدات كل شيء راح ينهار، ما راح يبقى مثل ما كان. يعني الأخبار والكلام المزيف، هاي كل الأخبار مدفوعة ثمنها طبعا أكيد، من أجل التشويه أو لإيقاف الإنسان عن اكتشاف حقيقته أكثر. هاي كل الأخبار الآن والإعلان كله مدفوع ثمن، يعني خلف الكواليس كله مو حقيقة، كله وهم. وكل الأخبار اللي أنت ليش أصلا تسمع أخبار؟ أصلا الأخبار كلها وهم، أصلا ترك الأخبار، لا أسمع أخبار ولا شيء، ركز على الإيجابي، ركز على البناء الإيجابي، لأن أنت لا تشوف إلا الأرض الآن في تغيير كبير، ولا تعرف إنه الكائنات اللي جاي تساعدك من هم
راح تنصدم أكيد، لأن الأرض يعني هذا شعور قوي جدا، إنه جاي يشعر إنه تشعر به، تشعر إنه معاك طاقة كونية كبيرة تدعمك، شعور جدا جدا قوي تشعر به أصلا. لذلك أنا هذا الشعور من خلال إنه أنا جاي أحكي هاي من حقيقة، إنه أنا كنت أعاني سابقا وما كنت أنا صدق هالكلام، بس بعدين شعرت إنه حقيقة إنه قريبين جدا جدا مني، يعني مثل ما أشعر لا أنا بجسدي أشعر بوجودهم، لأن شعرت إنه معاي إنه طاقة كبيرة تدعمني موجودة. هذا هو السبب إنه سجلت هاي الرسالة، وأنا أصلي من أجل الشيخ الكريم يحفظك في الكون ويحميك دائما، وراح أصلي دائما من أجلك من أجل كل أخت إن تتحرر، خصوصا بهذا الوقت أنت انولدت الآن أو انولدت بهاي اللحظة لسبب هذا، على ما تتحرر بهاي اللحظة ماكو فرصة ثانية، هاي فرصتك الوحيدة.